أشوقكم ووعدكم وأقول لكم هنقرب أكتر وهنروح أكتر. إحنا بيننا وبين القدس دلوقتي أقرب من 30 كيلو، 25-30 كيلو، وهنروح وهنقف في مكان هنحاول نقرب على قد ما نقدر عشان نشوف قبة الصخرة ونشوف المسجد الأقصى. أنتوا مشتاقين؟ نفسك تكون من اللي ربنا يختارهم ليكونوا هناك في المسجد الأقصى؟ خلي بالكوا يا جماعه، عايز اقول كلمه مهمه قوي 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 قوي. انا لسه كنت بقول لكم كل نبي يجي يبقى هو المسؤول عن المسجد الاقصى. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده رحله المعراج لازم في المسجد الاقصى، ولقاء الانبياء لازم في المسجد الاقصى. ليه؟ ليتسلم الرايه، رايه المسجد الاقصى. عشان كده اجتمع بالانبياء هناك مش في مكه، ايوه، عشان يستلم رايه المسجد الاقصى من مين؟ من سيدنا موسى. ويجتمع الانبياء ويدخل سيدنا محمد وسيدنا جبريل وتقام الصلاه ويقف الانبياء كلهم صف، واذا بسيدنا جبريل يقول له ها مين اللي هيصلي بالانبياء اماما؟ سيدنا ابراهيم ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى؟ تقدم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنبياء إماما. عندنا في السنة حديث حلو قوي بيقول لا يؤم الرجل في بيته، ما ينفعش أبقى في بيتك وصلي بيك إمام. مين الإمام في البيت؟ لما جيلك بيتك اللي يصلي إمام أنت صاحب البيت. مين اللي صلى بالأنبياء؟ يبقى مين صاحب البيت ومين المسؤول عن البيت؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلع المعراج من هناك وينزل من المعراج على هناك، رغم انه رايح مكه. طب ما يرجع من المعراج على مكه، ما هو ينفع ينزل من السماء على مكه؟ لا، ينزل على هنا، ينزل على هنا على هذا المكان. تيجي نروح نشوفه، تيجي نقرب اكتر، بس بشرط احنا هناخدك دلوقتي ونروح. ادعي واصدق النيه. قيمه النهارده، حلقه النهارده كلها على القيمه دي، حب المسجد الاقصى. بس في اربع شروط بني اسرائيل ما كانوش فيهم، عشان كده ما عرفوش يكملوا. ايه الاربع شروط دول؟ وهيبقوا فيك ولا لا؟ ولو مش فيك مش هتروح، ولو بقوا فينا نروح. تعالوا نكمل ونشوف القدس والمسجد الاقصى بعينينا بالكاميرا. تعالوا نكمل مع بعض. اخيرا وصلنا. احنا هنا ما زلنا في اخر نقطه في جبل نيبو. خلاص ده سفح الجبل، وقدامنا هناك زي ما انا بشاور بالظبط في هذا الاتجاه بالظبط القدس، المسجد الاقصى، الارض المباركه. انتوا متخيلين احنا فين يا اخوانا؟ احنا بينا وبين هناك 25 كيلو. احنا شديدي القرب لهذا المكان. يا سبحان الله، مشتاق تكون هناك، مشتاق تصلي هناك. المكان اللي احنا فيه ده جبل نيبو كان عليه سيدنا موسى، وعلى فكرة سيدنا موسى دفن في هذا الجبل. وهذا المكان اللي احنا فيه جبل نيبو مر منه عمر بن الخطاب، ومر منه الصحابة، ومر منه التابعين، ومر منه العلماء، ومر منه صلاح الدين. شايف المكان قريب قد ايه؟ ويا ترى احساسك دلوقتي ايه؟ بس خلي بالك، الامنيات لوحدها مش كفاية، الاماني لوحدها ما تحققش شيء. في صفات لازم تكون موجودة. والصورة، صورة المائدة، وقصة سيدنا موسى، وليه ما دخلوش ووقفوا هنا ودفن سيدنا موسى هنا، وكان نفسه يدخل، وهو يعني سيدنا موسى قال وتمنى وسأل ربه إذن لي أن أدفن على أسوار القدس. هو عارف خلاص هنا الآخر، بعد كده ما فيش 25 كيلو يبقى هناك. طلب أنه هو يكون هنا ويعني يقترب قدر الإمكان. ويمكن ابن حجر له كلمة جميلة قوي من العلماء، يقولك طلب موسى أن يدفن على أسوار القدس لأنه يعرف أن المسؤول عنها ليس هو، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى وقف لغاية هنا وهو يعلم أن أنت المسؤول عنها. هتقول إيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هتقول إيه لسيدنا موسى؟ هو وقف هنا عشان أنت تكمل، عشان أنت اللي مسؤول. تخيل في هذا المكان. وانا عايز اقول الارض المباركه، وليه تسمت بالارض؟ ليه تسمت بالارض المقدسه؟ ليه تسمت بالقدس؟ ده كل الانبياء اتجمعوا هناك، دي ارض الانبياء. ده المكان الوحيد على وجه الارض اللي اجتمع فيه اعظم اجتماع في التاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اجل تسليم الرايه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. انت متخيل اللقطه؟ المكان ده كل انبياء الله
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كلهم كلهم كلهم. ووقف النبي صلى بيهم، شايف مين واقف وراه؟ سيدنا موسى واقف، وسيدنا داود واقف، وسيدنا سليمان واقف، كله واقف، كله واقف، لأن هو المسؤول، لأن الراية سلمت إليه، سميت بالأرض المقدسة من لأنها يعني أقدس ناس في الأرض، ولأنها مقدسة عند الله تبارك وتعالى سميت قدس، لذلك أعظم مكان في التاريخ اجتمع فيه أنبياء الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لكم ملحوظتين هنا، بص يا إخوانا افهموا مني النقطتين دول. النقطة الأولانية، الحياة حرب وسلم، جهاد وعبادة. حتى العبادة لونين، عبادة تغذي الروح والقلب، وجهاد. ولذلك ربنا أوجد حرمين، حرم مكي ومسجد أقصى، وكل واحد فيهم بيرمز لحالة. الحرم المكي دار أمنه، دار عبادة القلب والروح، ومن دخله كان آمنا. والمسجد الأقصى دار جهاده وإصلاح الأرض. عمرك فكرت ان ده دور المسجد الحرام وده دور المسجد الاقصى؟ النقطه الثانيه والملحوظه الثانيه وهي مهمه قوي، المسجد الاقصى ترمومتر الارض. يعني ايه ترمومتر؟ ايوه، المسجد الاقصى ده، المكان ده ترمومتر الارض. يعني ايه ترمومتر الارض؟ عارف الترمومتر مش بيقيسوا به الحراره عاليه ولا معتدله؟ عايز تعرف الارض ماشيه كويس ولا لا، شوف المسجد الاقصى مع مين. عايز تعرف الأرض حالتها إيه لو أنت جاي من كوكب تاني ونزلت على الأرض، وعايز تعرف في دقيقة وضع الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين؟ مع الصالحين، مع العنصريين، مع الجبارين. هم قالوا لموسى إن فيها قوما جبارين. عايز تعرف وضع الأرض، شوف المسجد الأقصى مع مين. الحتة دي خطيرة قوي. احنا تعلمنا كذا حاجة النهاردة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ده لعبادة الروح وده للجهاد. اتعلمنا ان المسجد الأقصى هو ترمومتر الأرض، وضع الإيمان في الأرض، الإيمان الحق، إيمان العطاء والإنتاج والخير، مش العبادة فقط، وضع الإيمان في الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين، وانت تعرف حالة الأرض كلها شكلها إيه. الحاجة الثالثة اللي اتعلمناها وهي مهمة قوي 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 قوي، المسجد الأقصى مش ملك حد، المسجد الأقصى ملك كل نبي من الأنبياء يجي في عصره، فخاتم الأنبياء وأمته هم المسؤولين. ممكن تراجعوا معايا الآيات عشان نطلع الأربع صفات، الأربع صفات اللي المفروض اللي يكون في هذا المكان لازم تكون فيه الأربع صفات. شوف الآيات، الآية 20 من سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، اسمع الآيات معايا، والآيات سورة المائدة من أول الآية 20، والآيات مش بتتكلم بس على سيدنا موسى، الآيات بتكلمنا إحنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، الكلام ده لينا يا جماعة، اذكروا نعمة الله عليكم، اجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الأربع صفات حيبانوا. أقول لك الأربع صفات، ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتبهم عندك، اكتب، هات ورقة وقلم بسرعة واكتب عندك الأربع صفات واعرضهم على نفسك وشوف فيهم، وادخل على عمري خالد دوت نت بالليل هتلاقينا حاطين لك الأربع صفات وجدول، وتشوف قيمة حب المسجد الأقصى في قلبك عاملة زي إيه. جبت الورقة والقلم تكتب الأربع صفات. معلش يا إخوانا سامحوني، أنا ببص في الكاميرا ومش قادر أبص كويس لأن الشمس في عيننا ويمكن اتحرق وجوهنا، مش وجهي أنا بس، وجه كل إخوانا اللي موجودين معانا، كل الوشوش اتحرقت. بس ده يجي إيه ده، ولا حاجة في اللي إحنا بنتكلم فيه، حاجات ولا حاجة، حاجات بسيطة. أربع حاجات أساسية، واحد شجاعة ونفس حرة مش ذليلة، أول صفة للجيل، للشباب، للناس، للستات، عشان ابناء ولادك اللي يطلعوا، شجاعة ونفس حرة مش ذليلة. النقطة الثانية ثقة وتوكل على الله، مش ضعف وتوكل على الله. الصفة الثالثة وحدة وإخوة، مش أمة متفرقة متنازعة وبنكره بعض وبنعادي بعض يا عرب ويا مسلمين. الصفة الرابعة والأخيرة للي مفروض تكون فيهم، للي حيروحوا ويكونوا هناك ويصلوا هناك ويكونوا من أهل المسجد الأقصى، حركة وإنتاج وعطاء. أربع صفات، شجاعة، عطاء وحرية، عطاء وإنتاج. النقطة الثالثة ثقة في الله وتوكل على الله. النقطة الرابعة والأخيرة وحدة وإخوة. شوف الأربع صفات عكسهم موجود هنا، عشان كده مش هيدخلوا. أصل الأرض دي ترمومتر الإيمان، ما يدخلهاش إلا المؤمنين حقا، عشان كده مش هيعرفوا. بص الأربع صفات، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بص الآية 22، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، عكس الشجاعة خوف وذل، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها
أبدا حتى يخرج، وإن لن ندخلها حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. أدي أول صفة، أدي أول صفة، عدم الشجاعة. الصفة الثانية، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخل